من ساعة ما دخل علينا الصيف بقينا نشوف بنات محجبات لابسين أشكال كتير من اللبس، في اللي بيلبس اللي يناسب الحجاب وكتير منه ما ينفعش إن واحدة محجبة تلبسه، ممكن يكونوا البنات دول أول ما اتحجبوا كانوا مظبطين وبعد كده قلوا شوية. طيب ليه بنقع وإزاي نقف تاني؟ ده اللي هنعرفه في فقرتنا آخر موضة مع مصممة الأزياء. بيتي أهلا بيكي يا بيتي. إزيك يا دودو عاملة إيه؟ إزيك يا حبيبتي والحمد لله على السلامة. طبعا من أحلى رحلة في الدنيا رحلة العمرة، أنت لسه راجعة امبارح من العمرة. الحمد لله رب العالمين وكل سنة الله يبارك فيكي، كل سنة وأنتم طيبين. ربنا ما يحرمناش منها ابدا ويكملنا حج السنه دي يا رب. امين يا رب. امين يا رب. طيب بيتي عايزين كده نبدا ونقول زي ما انت طبعا شايفه كلنا شايفين الصيف بيبدا وممكن نلاقي حاجات ايه غلط كتير بتحصل في الحجاب، زي ايه؟ اولا هي مش حاجات كتير غلط بتحصل في الحجاب قد ما هو كل المحجبات عايزين يبقوا محجبات بس مش لابسين الحجاب، وهي دي النقطه اللي احنا لازم نقف عندها ونفكر فيها. انا محجبه يعني انا محجبه، انا مش محجبه يعني انا مش محجبه. اللي حصل دلوقتي ان في اللي هي الرقص على السلم، وما هم الى هؤلاء وما هم الى هؤلاء. فما ينفعش عشان اتحجب لازم البس صح، لان في الاخر شكلي بيبقى مش حلو. ببقى في الاخر شكلي منتقد، واللي مش محجبات هيقولوا عليا طب هي عامله في نفسها كده ليه، واللي محجبات ومظبطين هيقولوا طب هي عامله في نفسها كده ليه، طب انا بجد عامله في نفسي كده ليه. يبقى انا لازم اضبط نفسي. وانا احنا برضو اتفقنا على حاجه قبل كده، قلنا ان احنا كل ما هنلبس حشمه وكل ما هنلبس احلى في الحجاب وحاجات محترمه اكتر، كل ما ربنا هيرضينا وربنا هينزل علينا وعلى شكلنا هيبقى شكلنا احلى بكتير، واحنا لابسين احسن في الحجاب وكلنا ربنا هيرضى عننا يبقى هيرضي الناس كمان كلها عننا، هيبقى شكلنا حلو ان شاء الله وشكلنا قدوه. فدي اول حاجه نتفق عليها، انا محجبه يعني محجبه، انا مش محجبه يعني انا مش محجبه. لكن في النص كده. طيب ناخد اول تليفون وبعد كده نشوف بقى الموديلات اللي معانا. استاذ نمير اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله. يعني انا بشكرك جدا. ربنا يكرمك. على برنامجك الظريف اللطيف. الله يخليك. وبشكر حضرتك معانا، بشكر الاستاذه بيتي. الله يكرمك. لان يعني هي ست محترمه وحضرتك واحده محترمه وانت برنامجك كله بتضيف فيه الناس المحترمين. ربنا يكرمك يا رب. انا متشكره جدا على المكالمه دي. انا بشكرك وربنا يكتر من افعالك يا بنتي. ربنا يخليك. انا متشكره جدا. ربنا يكرمك يا رب. واحنا نشوف اول موديل النهارده يا بيتي من لبس الصيف ان شاء الله. بصي احنا عملنا السنه دي الثيم بتاع الصور والحاجات اكتر حاجات زي ما تكون يعني بدوي وحاجات كده، قلنا عشان ان شاء الله هنبقى داخلين مقربين على رمضان فقلنا هنعمل كده شكل مختلف. فصورنا بقى في الجمال وفي الصحراء ومشينا ورحنا. عايز اقول لك احنا عشان نصور الحاجات دي مش عايز اقول لك مشينا قد ايه وعملنا قد ايه في الصحراء. ما شاء الله الصوره جميله، الصور كلها حلوه. دي اول حاجه هي لابسه ايه كده؟ هي لابسه زي كده، هو بونشو. هو بونشو عادي يعني ممكن تخرج بيه على الجينز عادي ما فيهوش حاجه خالص، بس احنا عاملين تيم يعني كانها واحده بدويه وقاعده بتبيع حاجات وكده في الصحراء يعني. لكن هو طويل ومن ورا قصير وهو كارو دوبل يعني دبل فيس، ممكن تلبس على الناحيتين. ولابسه تحتيه شميس. ولابسه تحتيه شميس طبعا، ولابسه تحتيه بنطلون جينز. هو طويل خالص من قدام مغطي كل حاجه يعني، ينفع زي ما اكنك لابسه عبايه بس هو من ورا قصير. جميل وستايل. الستايل يعني هو حجابه من الستايل البدوي وشكله جميل ما شاء الله. طيب نشوف موديل كمان. بص يا ستي، ده البونشوهات اللي احنا عارفينها اللي احنا بنلبسها في العادي، بس كل الفكره ان احنا حاولنا نطور فيها السنه دي، بس شويه عملناها خالص طويله لغايه الارض وعملناها ليكرا ودخلنا فيها خامه تانية عشان تعمل ماتشنج معاها، وقلنا برضو تتلبس كده على الجينز يبقى لبس حلو وطويل وواسع وفضفاض وفي نفس الوقت في حركه وشكله حلو وباين يعني وستايل مختلف، يعني حاولنا نخرج شويه من النطاق السنه دي. لا جميلة فعلا ومختلفة. الحمد لله مختلفة وحجاب 100 100 ما شاء الله. قوة الا بالله وستايل وعلى الاحدث موضة. الحمد لله. بنتي قولي لي ايه بقى الحاجة اللي ممكن تخلينا نقل او نقع؟ الصحبة. الصحبة ثم الصحبة ثم الصحبة. وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول حاجة هو صدق رسول الله لما يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. هو يا صاحبك ده ياخدك لأعلى عليين وتخشوا من باب الجنة بتاع المتحبين في الله وطبقتكم الملائكة، يا إما صاحبك ده ياخدك إلى أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار. ربنا يعافينا. ربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا وعن كل سامعينا يا رب العالمين، ويهوى بيكي. وساعتها هتقولي يا ريتني ما كنت شفته ولا عرفته ولا صاحبته. فهو يعني يا رب
مش عارفه اقول ايه، يا رب تكون كل حد بس كده يبقى مخلي باله، لان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى، وادام ربنا قال له الكلام ده يبقى الكلام ده احنا لازم نسمعه ونقول حاضر وطيب ونعم. لان واحنا حتى بنقول واحنا قاعدين كده في حياتنا اليوميه بنقول ايه، الصاحب ساحب. فاحنا لازم نخلي بالنا جامد جدا جدا. ما يا صاحبتي دي هتعيني على الطاعه يا هتعيني على المعصيه، ما هي مالهاش تالت، ما فيش حاجه. اللي في النص دول ما لهمش مكان في الدنيا اصلا، مش موجودين. انا انسان ناجح وشاطر في حياتي جدا، يا انسان فاشل، مفيش حد في النص، مش موجود. فانا صاحبتي هاجي مثلا انا هتكلم معاكي على حد، هقول لك على حاجه، اما هتقولي لي بيتي خلي بالك انت بتتكلمي عليها، انت هتقولي عليها هو انت متاكده من الكلام انت بتقوليه، خدي بالك. اما هتقولي لي يا شيخه بجد عملت كده، يا شيخه طيب طيب، وهنقعد بقى ناخد وندي ونتكلم عليها ونعمل. يا هتاخديني وهتنزلي بيا اسفل سافلين، يا هتاخديني وتعلي بيا لاعلى عليين. صح كده. انت فاكره يا بنتي ما حكيت لك على واحده اللي هي عرفت؟ حلو قوي الحكايه دي. ان هي كانت اتحجبت وبعدين قعدت اقول لها يا بنتي بلاش اصحابك دول، يا بنتي بلاش اصحابك دول، طب تعالي معايا وانا اعرفك على اصحابي كده، عشان الصحبه هتفرق معاكي في الحجاب. هي بس اللي اتحجبت وبقيت اصحابها ما كانوش محجبات. قلت لها بس بعيدي شويه لحد لما تثبتي وتقفي على رجلك وبعدين صاحبيهم تاني، بس لازم يبقى كل الشله بتاعتك كل حواليكي صحبه زي تبقوا زي بعض. بس هي فضلت معاهم، فطبعا بدات تقلل في الحجاب لحد ما قلعته طبعا خالص، لان هي كلهم رايحين في المكان الفلاني، كلهم بيعملوا كذا، كلهم يقولوا يا شيخه ايه ده، يا شيخه شيلي على راسك، يا شيخه كذا كذا كذا، لحد لما ايه فكت الحجاب. فصح الصحبه الصالحه دي هي رقم واحد، بس الدعوه كمان والله الطاعه، ربنا بيستجيب وحياه ربنا، ربنا سمعنا وشايفنا في كل حاجه. صحبه الصالحين، صحبه الصالحين، صحبه الصالحين. من ضمن دعائك اليومي تعملي صحبه الصالحين. اللهم ارزقني صحبه الصالحين. امين يا رب، ارزقنا الصحبه الصالحه يا رب والاخوات في الله. تعالي نشوف موديل كده يا بيتي. اوكي، ده فستان، الخامة دي خامة على ساتان شوية، وهو عمل يعني ثلاث طبقات فوق بعض وألوان مختلفة، صيف بقى يعني وكده، حاطط أورانج وأصفر ومش عارفة إيه، وإحنا برضو حاطين عليه برضو العقد البدو والحاجات دي، العقد ده كله جمال وحركات كده، وحاطين الغطرة، كل الطرحة والحاجات اللي حاطينها أغلبيتها الغطرة. جميلة. قولي يا بيتي الفساتين موضة؟ قوي 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 قوي، ودي احلى حاجة في الحجاب كمان، نفعانا يعني، نفعانا جدا والله. وسبحان الله زي ما يكون ربنا بجد يعني مسخر لنا الموضة ومسخر لنا الدنيا ومسخر لنا كل حاجة. دلوقتي بقت كل حاجة مسخرة لنا، الخروجات مسخرة لنا، في أماكن لينا حلوة جدا وكتير جدا، الموضة مسخرة لنا، حتى الموضة العالمية اللي هم لابسينها بره، هم دلوقتي بقى لابسين زينا، هم لابسين طويل، هم لابسين بكم، هم لابسين ألادن واسع وطويل ولغايه الارض، يعني ربنا مش حرمنا من حاجه، بنطلون مش حرمنا يعني لو على معتقداتنا اللي هو ده الحرمان يعني. فساتين طويله مش محرومين، كل حاجه الحمد لله، احنا بس عايزين نتحط على الطريق. صح. نشوف كمان موديل. ده فستان طويل برده لغايه الارض، وضحتي شميس بني. هو الفكره هنا كمان اكتر في الالوان، ان احنا نحط الازرق مع البني، هو جديد طبعا الازرق مع البني، ان احنا نحط الالوان اكتر من مع بعض يعني. طيب قولي يا بيتي، احنا برضو حاجه يعني بنغفل عنها، الشيطان هو عدو لينا، وربنا قايل لنا في القران ان هو عدو لينا، فاتخذوه عدوا. احنا للاسف مش بناخده عدو يعني، ممكن نصاحبه شويه، يجي يوسوس لنا نقول له صح على رايك عندك حق ونكمل معاه. متهيألي الشيطان دلوقتي اصلا قاعد بيتفرج علينا يعني، هو قاعد دلوقتي في ناس بقى متفوقين اصلا عليه، هو قاعد بيقول برافو انا مش عايزه اكتر من كده، انتوا يعني انتوا كده سبقتوني. ربنا يعافينا، ربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا يا رب. فهو طبعا يعني مثلا عايزه مثلا تقولي على ايه، نتكلم مثلا مداخل الشيطان في الحجاب، احنا خلينا نتكلم في بالذات في الحجاب. مداخل الشيطان في الحجاب طبعا اول حاجه هنقول لو مش متجوزه يبقى مش عارفه اتجوز، انا هتجوز ازاي بقى؟ يعني هيبقى شكلي ايه بقى؟ يعني في واحد هيجي يتجوزني كده وانا محجبه وحاطه الطرحه؟ طب بس تشوف شعري، طب يعني بس يبقى شكلي حلو ولابسه حلو كده وخلاص، وان شاء الله ان شاء الله انا اول ما هتجوز انا هتحجب على طول. طبعا ده اكبر مدخل للشيطان، ده اكبر ودوده بتتقال وسوسه. هبقى طب بس بعد الحمل يعني انا وانا مبعجره كده وبطني كبيره قد كده وشكلي عامل كده ومناخيري كبرت قد كده في الحجاب، يعني كمان هحط الطرحه؟ يعني ما فيهاش حاجه، ان الله غفور رحيم، ما فيهاش حاجه. طيب ماشي، وسوسه هي وسوسه. جوزي بقى كمان شويه عشان يبص بقى بره، ما انا خلاص بقى شكلي وحش، ما انا بقى خلاص ما انا اتجوزته وخلفت منه وكل حاجه، كمان هتحجب عشان يبقى ايه بقى، يروح بقى يبص على اي حد تاني غيري بره، والله هيبص، والله هيبص، والله هيبص، بحلف بالله ثلاثة والله هو هيبص، لو هو عايز يبص هيبص، ولو انت غضبتي ربنا عشان ترضيه والله هيبص، ولو رضيتي ربنا
وهو في الحته دي بالذات والله لربنا يرضيكي ويخليه، لو هو عايز يبص غصب عنه عمره ما هيبص وهيبقى وشه في الارض، وربنا لازم هيرضيهولك وهيجيب لك الدنيا كلها طائعه تحت رجلك. سبحان الله. تعالي يا بيتي نشوف موديل كمان ونكمل كلامنا. دي بلوزه حلوه قوي كده بتطربك الجنب بس هي برده مش باينه. بصي برده البنطلون ده كله طويل خالص وواسع وادوار اللي تحتها، بس هي صوره برده مش باينه قوي. الفكره بقى في السكارف ده، هم السكارفات دي موضه جدا. هو اول حاجه حلو ومداري، ممكن تحطيه بقى هنا كده ويداري كل الرقبه والحاجات دي مثلا، لو انت اي حد عايز مثلا يربط زي ما انت رابطه وحاطه، وفي نفس الوقت يبقى شكله حلو كده كده. احنا متفقين احنا حاطين حاجه من تحت، عايزه بقى تعمل شكل وتعمل حركه يعني على نفس حاجه ساده خالص ما فيهاش حاجه خالص، سواء فستان ساده سواء بلوزه ساده، تقوم حاطه السكارف ده، هو اللي هيعمل كل اللوك في الاخر بتاع اللبس بتاع اللبس. جميل. تعالي يا بيتي نكمل برضو مداخل الشيطان في تخفيف الحجاب. خلاص هو الاول دخل لها مدخل كبير للشيطان عشان ما تتحجبيش، مش تبقي حلو مش تبقي ستايل وجوزك هيبص وكذا كذا. خلاص واحده اتحجبت، ممكن برضو الشيطان يدخل لها ان هو ايه يخفف عنها الحجاب. الحر بقى، خطوات الشيطان الحر بقى، وبعدين هنسافر يا اما هنسافر بره يا اما هنروح مارينا كده، ما يجراش حاجه على البحر يعني، ملبس بندكور في اي ادواء برضو. مش عارفه اسم حبكاها ده معقدينها ويعني مفيهاش حاجه والله. لا فيها حاجه، مش عشان حاجه برضه، هي فيها عشان هي خطوات. هو عمره ما هيجي يقول لك اقلعي الطرحه، انت عمرك ما هتقلعي الطرحه ان شاء الله يعني باذن الله، لكن انت هتقرعيها واحده واحده. لما هيقول لك الاول ايه معلش ما فيش حاجه بندكور على البحر، ما هو اصل برضه ما فيش حاجه يعني، لو حطيتي تروكار يعني هي حته ايدك دي مغريه قوي يعني، اصل معلش ما فيش حاجه برضه، لو حطيتي سبانيش على ورق ودنك بانت، انا موضوع الودن ده بيعصبني جدا انا مش عارفه ليه. والرقبه طبعا الرقبه ناهيكي بقى عن الرقبه والشميز المفتوح وكده، مش عشان حاجة يعني. والله الواحد محترم كل الناس وكل اللي بيعمل كده هو بغصب عنه، مفيش حد عايز يغلط ولا حد عايز يعصي ربنا ولا حد عايز ان ربنا يزعل منه، بس احنا بغصب عننا فعلا بنتبعه. هو مش سايبنا او يعني هو مش سايبنا في ولا حته، حتى يعني انا واحنا مثلا وانا لسه في العمره مش سايبنا، عمال يقول كلام كلام كلام، عايز يكلمك، عايز على طول يجيبك الارض، وانت عماله تقاومي انت عماله تقاومي، فمش معقول. ففي حاجات كده من الاول اقطعيها عليه، اقطعي عليها مدخله، اقطعي عليه بابه، لا مش هينفع. مش بنطلون خلاص ما يتعمل في الرمله من تحت، يا بنطلون واسع. فانت بقى اللي فرقت معاكي حته رجلك دي في ايه لما تطلعيها، انت بقى اللي فرقت معاكي حته ايدك دي في ايه لما هتبان. ما يتبل ده واحنا قاعدين على البحر، ما البنطلون يتبل من تحت يعني يتبل ولا اتحرق بيه في نار جهنم يعني، يتبل ولا اتحرق بيها هنا، اني الاوقع. طيب تعالي نشوف موديل كمان. ده فستان ممكن ينفع يعني ابي ينفع بعد الظهر شويه مثلا، تخرج بيه تروح بيه عشاء، تروح بيه يعني حاجه بعد الظهر برضو. او احنا عاملين فين اللون اللي هو باين ان هو لونه موف ولا موف؟ لون موف، موديله كده درابيهات كله، والكم عملناه مختلف برضو من تحتيه الشميز، يعني قلنا حاجه تنفع لبعض الدور شويه. هو طبعا الهواء فيه نفخه شويه. هو فيه هواء في هي الصور ما تبقاش يعني دايما، حتى احنا بنصور معاكي الريبورتاج بيبقى حاجه ثانيه خالص، حاجه باينه اكتر. طبعا الصور بتبقى دي فانتازيا اكتر منها ان هي مبينه الموديل يعني. زي صور كتالوج بالظبط يعني. طيب بيتي احنا عايزين برضو نقفل كلمه مداخل الشيطان عشان عندي اسئله كتير، انه برضو من ضمن مداخل الشيطان وربنا يعافينا من الشيطان وينصرنا كده ان شاء الله عليه في الدنيا وفي الاخره، انه ممكن برضو بعد ما دخل الخطوات بترسي للاسف ربنا يعافينا يعني ان شاء الله وياخد بايد لاي حد قلع الحجاب يرجع تاني، انه ممكن توصل لمرحله ان هي تقلع الحجاب. الخطوه الاخيره بقى، الخطوه الاخيره يعني قصدك على نتكلم على القدوه مثلا. يعني في حد شفته من قريب، حد كان كويس قوي، هي كان قالت لي ان هي اتحجبت لما شافتك في البرنامج. الحمد لله، فما شاء الله القوه تبين حسابك كذلك عند الله، يعني ان هي دي القدوه يعني، مش هنتكلم اكتر من كده، ان انت قاعده هنا في مكانك ده انت يا ممكن تبقي قدوه بالخير يا ممكن تبقي قدوه بالشر، ما شاء الله القوه الا بالله. وانت قاعده هنا واحده قالت ايه، انا والله لولا دعاء لقيتها بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، وهي بتتكلم وبتقول كده وبتعمل، انا مش قادره اقول لك فرحت ازاي لما قالت لي كده. ربنا يستخدمنا يا رب ولا يستخدمنا ابدا. اللهم امين يا رب. فتخيلي بقى لو كل الناس ماشيه كده قدوه على الارض، وكل الناس ماشيه هي شكلها كده، تخلي كل يعني ان شاء الله كل اللي بص لك مثلا دلوقتي انت قاعده هنا في التلفزيون وانت قاعده بتعملي البرنامج ده وكل نيتك خالصه لله، كل يشوفك ان شاء الله يحب الحجاب. ما هي دي نيتك، ودي في نفس الوقت هي دي القدوه.
الحمد لله. وكل وفعلا يا بيتي دي خلينا نقول ان كل واحده فعلا محجبه ترجع زي ما بنقول تجدد النيه تاني وتاخد نيه لله. انا يا رب محجبه خالص لوجهك يا رب وبلبس حلو ومظبطه حجابي قبل ما انزل خالص لوجهك يا رب. حبب بيا البنات في الحجاب واجعلهم في ميزاني وابقى قدوه كده وسفيره لديني وانا ماشيه على الارض كده من غير ما اتكلم يقولوا لا المسلمات الملتزمات حلوين اهو وشيك وستايل وعلى الموضه ومحجبات ما فيش حاجه باينه منهم. تعالي ناخد تليفون نسرين مستنيانا. اهلا نسرين. اهلا بيكي يا مدام دعاء. اتفضلي حبيبه قلبي. انا الصراحه معجبه بحضرتك جدا يعني وانا اول مره اتصل. اهلا وسهلا. وين برضو مدام بيكي يعني مقدم حاجات جميله جدا ربنا يكرمك. ميرسي يا نسرين. انا نفسي يعني يبقى لي اصحاب حلوين زيكم كده. ربنا يساعدوني ان انا اعلي حبيبه قلبي يا رب. نعم امين نعم. وان انا يساعدوني على الدين طبعا قبل اي حاجه ثانيه. ايه ده يا ربنا. أنا بدأ ربنا الحمد لله وادينا وصلت لكم وده بركة دعاء يعني ربنا تقبل دعائي. أهلا بك يا نسرين ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي. أنا نفسي أبقى زيك يا مدام دعاء. يا حبيبتي إن شاء الله تبقي أحسن مني يا رب. يعني قلبا وقالبا بصراحة. ربنا يكرمك يا نسرين يا حبيبتي. يعني أنا من أشد المعجبين بحضرتك. ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي. أنا كنت عايز أسأل حضرتك أنا يعني أنا عايزة أعرف حضرتك بتلبسي كده إزاي؟ يعني انا ما بعرفش اكون نفس اللبس كده بالظبط. طيب انت سيبي نمرتك يا نسرين وبعدين عايزين نقول اهو يا بيتي النهارده مثلا بيتي مقدمه لنا افكار ان انت اللبس انت بس خدي نيه لله تلاقي ربنا مسهلها لك والافكار كلها ايه سهله. مثلا انا لابسه ايه مش لابسه حاجه لابسه شميز عادي ولابسه عليه فستان قصير وعليهم بوليرو. بيتي نفس الحكايه لابسه اللي هو زي البادي اللي بكم زي القطن ده اللي هو بديل البادي اللي هو الكم ولابسه عليه فستان ولابسه عليه شال اللي هو من فوق اللي هي حطاها على راسها لحد تحت. يعني انت ممكن تشوفي الحاجه وتركبيها حاولي تتعلمي الحكايه دي وتدعي ربنا يساعدك. وممكن نشوف افكار يا بيتي وتقولي لها عليه. نشوف موديل ده فستان طويل برضو من بس هو المفاسين موضه اللي احنا بنقول عليها بس احنا عملناه بقى بكم عشان يبقى سهل في الصيف تلبسيه على طول من غير اي حاجه خالص. والفكره هنا في الالوان برضو في تركيبه الالوان الاصفر مع الاخضر والكراميش اللي قدام برضو مختلفه شويه يعني. طيب موديل كمان عشان احنا الوقت بيخلص عايزين نوري افكار كتير. دي بلوزه. لا دي مفروض هي سالوفات وبلوزه في نفس الوقت وبتخش في الرجلين كده يعني برضو هي فكره بس برضو هي مش باينه هنا قوي. بس طيب. هي برضو بكم عشان برضو البسها على طول وسهله ومن غير ما نلبس حاجه تحتها في الصيف. نشوف كمان موديل. دي سالوفات شبه الفستان شويه التاني بس عملنا الفكرتين مره سالوفات ومره فستان. وهنا برضو السالوفات دي الادن نازله لغايه تحت خالص ومقفوله من تحت. طيب في واحده كمان اخر واحده اخر صوره. ده برضو فستان سالوبات بيتلبس برضو بطريقه هو وان بيس كده وبيتلبس بطريقه برضو جميل وتحتيه شميز وتحتيه شميز برضو. طيب بصي يا بيتي قولي بقى بما انك انت طبعا لسه راجعه من العمره من الكعبه واجمل اماكن في الدنيا الكعبه والمدينه عند الرسول صلى الله عليه وسلم واحلى حاجه في الدنيا العمره. قولي لي كده اخر حاجه في الحلقه نقولها النهارده انك انت وانت هناك الواحد بيحس ان الدنيا دي تستاهل ولا تسوى حاجه؟ والله ولا اي حاجه فعلا فعلا الدنيا دي لا يعني ما تسواش فعلا جناح بعوضه زي يعني عند الله سبحانه وتعالى. بس في دعاء كده ربنا فتح بيه على حد هناك وربنا ييسر يا رب ان شاء الله. انا احب قوي اسمعه لكل الناس. اللهم عف جنايات المسلمين. امين. والبسهم لباس التقوى يا رب العالمين. امين يا رب. واجعل نساء امه حبيبك محمد قدوه تمشي على الارض يا اكرم الاكرمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ربنا يكرمك يا بيتي وان شاء الله ربنا محرمنا من العمره ابدا من الحج ابدا يا رب وكل المسلمين. اللهم امين. ربنا يكرمك يا حبيبتي وشكرا لكل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ست الحسن عيشي الحياة بطاعة وحب لله. يا ست الحسن عيشي الحياة بطاعة وحب لله. ارضي نفسك وجوزك ابقي دايما معاه. بيتك املي بحنانك وكوني سفيرة لدينك. اهتم دايما بالمظهر وخلي الحلال قدام عينيك. بيتك املي بحنانك وكوني سفيرة لدينك. اهتم دايما بالمظهر.
صغر وخلي الحلال قدام عينك، افرحي بولادك وعلميهم معنى الحياة. اه يا حواء جمالك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا